السلام عليكم عزيزاتي وأعزائي التلاميذ جدع مشترك علمي. نقدم لكم الحصة الثانية المتعلقة بالتوالد عند النباتات الزهرية كاسيات البذور. رأينا في الحصة السابقة أن الزهرة تحتوي على أعضاء التوالد والتي تتجلى في كما رأينا سابقا في الأسدية كما نلاحظ هنا، التي تشكل جهاز التوالد الذكري، والمدقة التي تشكل جهاز التوالد الأنثوي. في هذه الحصة سنتطرق إلى تعضي الجهاز التوالدي الذكري أي السدات، وكيفية تشكل حبوب اللقاح، ثم بعد ذلك سنتطرق لتعضي الجهاز التوالدي الأنثوي أي المدقة، وكيفية تشكل الكيس الجنيني. إذن في البداية سنتطرق لتعضي الجهاز التوالدي الذكري والذي يتشكل من السدات. إذن كما نلاحظ في الوثيقة الأولى رسم تخطيطي للسدات والذي يتكون من جزئين، هنا خويت ويعلوه المئبر. إذن الخويت الذي يلعب دور الدعامة، إذن سنركز نحن على المئبر، لهذا سننجز مقطع عرضي على مستوى المئبر، ويبين الرسم الموالي مقطع عرضي على مستوى المئبر. إذن نلاحظ على مستوى هذا المقطع على أن المئبر يتكون من أربعة أكياس كما هو ظاهر هنا في هذه الوثيقة. إذن أربعة أكياس، إذن الكيس الأول، الثاني، الثالث، ثم الكيس الرابع. هنا الوثيقة الموالية تبين لنا ملاحظة مجهرية لمقطع عرضي لمئبر فتي. إذن كما نلاحظ كما تبين لنا ذلك في السابق بأن المئبر يتكون من أربعة أكياس لقاحية. داخل هذه الأكياس اللقاحية نجد خلايا أم لحبوب اللقاح، خلايا أم التي ستعطي فيما بعد حبوب اللقاح. إذن بعد نضج السدات، لأن هنا لدينا مئبر فتي، يعني نجد داخل الأكياس اللقاحية للمئبر فتي نجد خلايا أم حبوب اللقاح التي ستعطي كما قلت حبوب لقاح ناضجة. نلاحظ بالإضافة إلى ذلك شق كما يبدو هنا، إذن شق الانفلاق الذي سنرى الأهمية ديالو في تحرير حبوب اللقاح بعد نضج المئبر، لأن بعد نضج المئبر يجب تحرير حبوب اللقاح. إذن هنا وثيقة التي تظهر لنا مقطع على مستوى المئبر الناضج. إذن كما قلت سابقا، يعني بعد نضج المئبر يتم انفتاح فتحة الانفلاق كما يبدو جليا هنا، وبالتالي يتم تحرير حبوب اللقاح. إذن هنا على مستوى المقطع نلاحظ الأكياس اللقاحية، ثم هنا نلاحظ انفتاح الأكياس اللقاحية على مستوى فتحة الانفلاق والتي تمكن من تحرير حبوب اللقاح. هنا صورة لحبوب اللقاح لأنواع نباتية مختلفة. إذن نلاحظ بأن الشكل الخارجي لحبوب اللقاح الناضجة يختلف من نوع لآخر،
وبالتالي يمكن التعرف على النوع النباتي فقط انطلاقا من الشكل ديال الحبوب اللقاح، ونستعمل هذه التقنيه في الجيولوجيا، خاصه عندما نريد استرجاع مثلا طبيعه ديال التنبت في فترات جيولوجيه سابقه. يمكن ان نتعرف مثلا في احقاب جيولوجيه سابقه على طبيعه ديال التنبت انطلاقا من دراسه شكل حبوب اللقاح. اذا بالنسبه لنا في هذا او كخلاصه، يمكن ان نقول بان السودات والتي تشكل عضو التوالد الذكري تتكون من خويط او خويط حسب المراجع، والذي يحمل في نهايته المئبر. المئبر يتشكل من اكياس لقاحيه، العدد ديالها يختلف حسب الانواع النباتيه، يحتوي على كما راينا على خلايا ام حبوب اللقاح اذا كان المئبر فاتي، او يمكن ان نجد داخل المئبر حبوب اللقاح التي يتم تحريرها اذا كان المئبر ناضج. طبيعة الحال بعد تحريرها او تحرير حبوب اللقاح يتم عبر شق الذي يسمى بشق الانفلاق. اذا بالنسبه لنا في المرحله هذه سنحاول ان نبحث عن كيفيه تشكل حبوب اللقاح داخل الاكياس اللقاحيه، وذلك بغيه البحث عن الامشاج الذكريه وكيفيه تشكل هذه الامشاج الذكريه. اذا بطبيعه الحال لمعرفه كيفيه تشكل الامشاج الذكريه او الامشاج بصفه عامه، لان نفس الشيء ينطبق على الامشاج الانثويه، لا بد من التذكير ببعض المفاهيم التي تم التطرق اليها في التعليم الاعدادي. ومن بين هذه المفاهيم هناك مفهوم الصبغي. اذا كما تعلمون بان الصبغيات تشكل الماده الوراثيه للخليه، وهذه الصبغيات تتواجد داخل النواة، وهي تحمل البرنامج الوراثي المسؤول عن الصفات الوراثية للكائنات الحية. جميع الكائنات الحية عندها صفات وراثية بطبيعة الحال، والمسؤول عن الصفات وهو الصبغيات التي توجد داخل النواة، وهي عبارة عن خويطات، لذا نسمي كذلك خويطات نووية مادام أنها توجد داخل النواة. هذه الصبغيات او هذه الخويطات، يعني من اجل التبسيط يمكن ان نعتبر هذه الصبغيات عباره عن خويطات، يمكن ان تكون على شكل ازواج متماثله. نقصد بذلك ان عند بعض الكائنات الحيه ان عندما نتامل جيدا الصبغيات، نقوم بدراسه الصبغيات، نجد بان كل صبغي لديه صبغي مماثل، يعني صبغي يشبه له، وبالتالي فالصبغيات تكون مرتبة ومصنفة على شكل ديال الأزواج. لهذا نقول أن هذه الخلايا فهي خلايا ثنائية الصيغة الصبغية، ونرمز لها بجوج أن صبغي، يعني أن هذه الخلايا لها صيغة صبغية أي عدد صبغيات يساوي جوج أن، مع أن يشكل عدد الأزواج الصبغيات. هناك حالات استثنائية يعني غير عامة يكون فيها وتكون فيها الخلايا تتوفر على صبغيات منفردة، ونقصد بذلك أن هذه الصبغيات، أن كل صبغي لا يتوفر على صبغي مماثل له، لهذا نقول أن هذه الخلايا فهي أحادية الصيغة الصبغية، ونرمز لها بأن صبغي. الإشارة في هذه المعلومات سنحتاجها لاحقا، مفهوم خلايا ثنائية الصيغة الصبغية ثم خلايا أحادية الصيغة الصبغية. فمثلا عند الذرة يعني عدد الصبغيات عند الذرة هو 20 صبغي غير الإشارة، فكل نوع أو كل كائن حي يمتاز ليس كائن حي ولكن أفراد نفس النوع تتميز بعدد ثابت من الصبغيات. فمثلا بالنسبة للذرة عدد الصبغيات فهو 20، وهي على شكل أزواج، لهذا فالصيغة الصبغية فهي تكتب على الشكل على النحو التالي: جوج أن تساوي 20. بالنسبة للذرة عندما تشكل أمشاج، فهذه الأمشاج ستكون أحادية الصيغة الصبغية أي بأن يساوي 20، عفوا أن تساوي 10، يعني 10 ديال الصبغيات،
وهذا منطقي. لماذا؟ لأن كل صبغي كل مشيج عفوا المشيج الذكري سيتوفر على 10 صبغيات، والمشيج الأنثوي سيتوفر على 10 صبغيات، وأثناء الإخصاب سيتم التقاء النواتين وبالتالي التقاء الصبغيات الذكرية والأنثوية، وسنحصل على عدد 20 صبغي عند الكائن الحي الجديد، وبهذا سنضمن الثبات إذا أردنا ثبات عدد الصبغيات عند أفراد نفس النوع. إذا الآن سوف نحاول أن نعرف كيف يتم يعني الانتقال من خلايا ثنائية الصيغة الصبغية إلى خلايا أحادية الصيغة الصبغية. إذا لهذا سوف نتطرق إلى الظاهرة المسؤولة عن هذا التحول والتي تشكل لنا ما يسمى بالانقسام الاختزالي كما هو ممثل في الوثيقة. غير قبل ذلك لابد من الإشارة إلى أن على مستوى الكائنات الحية يمكن أن نميز بين نوعين من الانقسامات، هناك انقسام غير مباشر وانقسام اختزالي. لماذا تم الإشارة إليهما؟ لأن سنحتاجهما في معرفة كيفية تشكل الأمشاج لاحقا. إذن قبل التطرق إلى الانقسام الاختزالي، الذي يمكن من اختزال عدد الصبغيات بالنصف يعني الحصول على أمشاج أحادية الصيغة الصبغية، لابد من التذكير بالانقسام الآخر اللي هو انقسام غير مباشر نظرا لأهمية ديالو كذلك. إذن بالنسبة للانقسام غير مباشر كما نلاحظ هنا تم تمثيل خلية بصبغيين وذلك من أجل التبسيط، لا نريد أن نمثل جميع الصبغيات لأن سيصعب علينا تمثيل 20 صبغي داخل الخلية، لذلك سنقتصر على تمثيل زوج فقط من الصبغيات. كما نلاحظ أن هذا الصبغي عنده صبغي مماثل له يعني يشبه له، ومن أجل التمييز بينهما تم تمثيل صبغي باللون الأسود والآخر باللون الأبيض. إذن اقتصرنا فقط على زوج من الصبغيات لنعرف مآل هذه الخلية عندما تخضع للانقسام غير المباشر. إذن بطبيعة الحال قبل الانقسام الخلية والحصول على خليتين بنتين نلاحظ بعض التغيرات على مستوى ديال الصبغيات بحيث أنها تخضع للمضاعفة. كما نلاحظ هنا بالنسبة للخلية الأم، الخلية الأم تتوفر على صبغيات بسيطة، لكن قبل الشروع في الانقسام تحدث ظاهرة مضاعفة هذه الخويطات ونحصل على صبغيات مضاعفة. دائما هنا عند هذه الخلية فالعدد ديال الصبغيات فهو 2 وليس 4. لماذا؟ لأننا نقوم بعد هذه الخويطات وهي مضاعفة. إذن هنا لدينا صبغي أسود ولكنه مضاعف على العكس ديال الصبغي في البداية، هنا كذلك صبغي آخر أبيض باللون الأبيض ولكنه مضاعف. إذن بعد خضوع عد الخلية الانقسام غير مباشر سنحصل على خليتين بنتين كما نلاحظ هنا بصبغيين كما هو الشأن أو كما هو الحال بالنسبة للخلية الأم، وذلك بطبيعة الحال على إثر انشطار المنطقة هذه التي نسميها بالجزيء المركزي، يعني انشطار الجزيء المركزي بالنسبة للخليتين، فيتم بطبيعة الحال الهجرة ديال هاد الخويطات البسيطة، وبالتالي كل خلية بنت تحصل على خويطين، وبهذا الشكل هكا نحصل على خليتين بنتين ثنائيتي الصيغة الصبغية، أي أن كل خلية فهي جزء. وبهذا يمكن أن نقول أن الانقسام غير مباشر كما نلاحظ فهو انقسام يتم أو يمكن من الحصول على خليتين بنتين انطلاقا من خلية أم مع المحافظة على نفس عدد الصبغيات، وعندما نقول المحافظة على نفس عدد الصبغيات يعني المحافظة على نفس البرنامج الوراثي، وبهذا نسمي هذا الانقسام غير مباشر انقسام مطابق. لماذا؟ لأنه يحافظ لنا على الانقسام غير أو يحافظ لنا على عدد الصبغيات. والوظيفة ديال هذا الانقسام كما نلاحظ هنا، لأن الهدف من هذا الانقسام هذا هو كما نلاحظ انطلقنا من خلية وحصلنا على خليتين مماثلتين للخلية الأم، إذن الوظيفة ديال هذا الانقسام غير مباشر هو بطبيعة الحال التكاثر الخلوي. إذن سنصادف هذا الانقسام غير مباشر
أساسا في المناطق التي تخضع للنمو، مثلا على مستوى البراعم عند النباتات، على مستوى نهاية الجذور حيث تنمو الجذور داخل التربة، عند الحيوانات مثلا أثناء نمو البيضة التي تتحول إلى جنين. أيضا كما تعلمون بأن البيضة تخضع لعدة انقسامات غير مباشرة التي تعطي عدة خلايا تشكل الجنين. ومثال آخر لحدود ظاهرة انقسام غير مباشر هو أثناء الجرح، مثلا يتم التئام الجرح بتكاثر الخلايا على مستوى الجرح أو تعويض الخلايا الميتة. كما تعلمون بالنسبة للجسم أو أي كائن حي الخلايا ديالو ما كتبقاش ثابتة، هناك الموت ديال الخلايا ويتم تجديده بخلايا أخرى، لذا تخضع الخلايا الأم لانقسامات غير مباشرة قصد تجديد هذه الخلايا. إذن كخلاصة وما يجب تثبيته هو أن الانقسام غير مباشر هو انقسام محافظ ويسمح بعملية التكاثر وبالتالي الحصول على خلايا مماثلة للخلية الأم. الآن سنتطرق للانقسام الثاني والذي يهمنا بشكل كبير. لماذا؟ لأنه أساسي في عملية تشكل الأمشاج، بحيث يسمح باختزال عدد الصبغيات من الخلايا الأم إلى الخلايا البنت التي تشكل لنا أمشاج. إذن لفهم كيف يتم هذا الانقسام الاختزالي سنقوم بتحليل هذه الوثيقة. كما تلاحظون هنا انطلقنا كذلك من خلية أم ثنائية الصيغة الصبغية، وبنفس الكيفية تم التطرق فقط لزوج من الصبغيات عوض 10 أزواج من قصد التبسيط. إذن قبل انقسام هاد الخلية فكما نلاحظ كما أشرنا إلى ذلك سابقا تضاعف الصبغيات، ونلاحظ أن كل خويط بسيط أصبح عبارة عن خويط مضاعف، وبالتالي هنا لدينا صبغيات بسيطة بعد مضاعفتها ستصبح صبغيات مضاعفة. إذن دائما هنا خلية أم بجوج أن تساوي اثنان، نفس الشيء هنا خلية أم نفس الخلية بجوج أن تساوي اثنان. إذن كما نلاحظ أن هذه الخلية عندما تخضع للانقسام الاختزالي فهي تمر من انقسامين. الانقسام الأول، إذن سنحاول أن نستخرج ماذا يحدث في هذا الانقسام. إذن كتلاحظوا بأنه يتم افتراق الصبغيين، الصبغيين المتماثلين يتم افتراقهما، كل صبغي يعني يشكل لنا خلية، وبالتالي فكل خلية من الخليتين بنتين ناتجتين عن الانقسام الأول تتشكل من صبغي واحد، لهذا نقول أننا حصلنا على خلية أحادية الصيغة الصبغية، وبالتالي فالانقسام الأول هو عبارة عن انقسام منصف. لماذا؟ لأنه يقوم بتنصيف أو يقوم باختزال عدد الصبغيات بالنصف، وبالتالي نحصل على خليتين بنتين احاديه صبغيه. لكن المشكل المطروح هو ان الصبغيات في هذه الحاله تبقى مضاعفه، ليست ك في الحال ديال الخليه الام. اذا يجب خضوع هذه الخلايا لانقسام اخر قصد الحصول على صبغيات بسيطه. إذن ومن هنا يستوجب تدخل الانقسام التالي الذي نسميه انقسام تعادلي، بحيث أن كل خلية من الخليتين التي تم الحصر عليها بعد انقسام منصف سيحدث انشطار على مستوى الجزيء المركزي وافتراق هذه الخويطين وهجرة كل خويط إلى خلية بنت، وبالتالي سنحصل على خلايا التي تتكون من صبغي واحد، وبالتالي فهي خلايا أحادية الصيغة الصبغية. إذن على العموم كخلاصة يمكن القول بأن هذا الانقسام الاختزالي أثناء الانقسام الاختزالي يتم الانطلاق من خلية أم ثنائية الصيغة الصبغية تخضع لانقسامين متتاليين، انقسام منصف متبوع بانقسام تعادلي ليعطي أربع خلايا أحادية الصيغة الصبغية، وبالتالي يمكن أن نستنتج هنا وظيفة الانقسام الاختزالي، وهو
كما يشير إلى ذلك الاسم ديالو، واختزال عدد الصبغيات بالنصف أي الحصول على خلايا أحادية الصيغة الصبغية انطلاقا من خلية أم ثنائية الصيغة الصبغية. إذا الآن سنحاول أن نلخص هذه المعطيات على شكل نص لكي نستغلها فيما بعد في فهم كيفية تشكل الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية. إذا فهذه معلومات أساسية لنا فيما بعد. إذن كخلاصة يمكن القول أن الانقسام الاختزالي هو ظاهرة مهمة تساهم في تشكل الأمشاج واختزال عدد الصبغيات إلى النصف، وذلك انطلاقا من خلية أم ثنائية الصيغة الصبغية، ويعطي هذا الانقسام أربع خلايا أحادية الصيغة الصبغية ويتم عبر انقسامين متتاليين. الانقسام الأول فهو انقسام منصف للخلية الأم ويؤدي إلى اختزال عدد الصبغيات، لكن كما رأينا أن الصبغيات تبقى مضاعفة إذن ويعطي خليتين بنتين أحادية الصيغة الصبغية. إذن الانقسام الثاني هو انقسام تعادلي يعطي أربع خلايا أحادية الصيغة الصبغية. هنا ملاحظة هامة وهي أن الانقسام الاختزالي فهو ظاهرة تتم داخل الأعضاء التناسلية، إذن لا يمكن أن نجده خارج الأعضاء التناسلية أو الأعضاء التي تشكل لنا الأبواب، كما سنرى لاحقا عند دراسة التوالد الجنسي عند النباتات اللازهرية، لأنه في هذه الحالة تتشكل لنا أبواب أحادية الصيغة الصبغية ويتم خلالها تكوين أمشاج أو أبواب أحادية الصيغة الصبغية انطلاقا من خلية أم ثنائية الصيغة الصبغية. إذن وظيفة انقسام اختزالي هو اختزال عدد الصبغيات والحصول على أمشاج أحادية الصيغة الصبغية. بالنسبة للانقسام غير المباشر فهو ظاهرة كذلك مهمة، ظاهرة حيوية تساهم في تكاثر الخلايا ونمو الكائنات الحية، لهذا فهي تحافظ على عدد الصبغيات داخل الخلايا، ولهذا نقول أن الانقسام غير مباشر وانقسام محافظ. إذا الآن سوف نستثمر هذه المعلومات لفهم كيفية تشكل الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية. إذا هنا سوف نحاول أن سنتطرق إلى فهم كيفية تشكل حبوب اللقاح من طبيعة الحال باعتماد المفاهيم التي تم التوصل إليها وتمت دراستها سابقا. إذا بالنسبة للوثيقة هنا ستتم قراءتها من اليمين عفوا نحو اليمين، تبين لنا مراحل من اليمين نحو اليسار، تبين لنا مراحل تشكل حبوب اللقاح وبالتالي تشكل المشيج الذكري. إذا في البداية سننطلق من خلية أم حبة لقاح، من طبيعة الحال لا بد من تحديد المكان. إذا كما نعلم أن حبة اللقاح أو حبوب اللقاح تتكون على مستوى المئبر، مئبر السودات، إذا نحن على مستوى المئبر ولكن مئبر يعني فتي، مئبر فتي يعني لم تتكون بعد على مستوى هذا المئبر حبوب اللقاح. إذا فالخلية التي تؤدي إلى تشكل حبوب اللقاح فهي خلية أم ثنائية الصيغة الصبغية. إذا الآن الأمور تبدو بسيطة، هذه الخلية كما يبدو من خلال الرسم ستخضع لانقسامين متتاليين. الانقسام الأول فهو انقسام منصف وسيعطينا خليتين بنتين أحادية الصيغة الصبغية، نرمز لها بأن صبغي. كل خلية من هاتين الخليتين ستخضع لانقسام ثاني الذي سميناه بانقسام تعادلي، وبالتالي كل خلية ستعطينا خليتين بنتين لنحصل في الأخير على أربع خلايا أحادية صيغة صبغية وتسمى بالبويغات. إذن انطلاقا من خلية أم حبة لقاح ثنائية الصيغة الصبغية سنحصل على أربع بويغات أحادية الصيغة الصبغية. انطلاقا من هذه البويغات بطبيعة الحال ستشكل لنا حبة لقاح بعد خضوع كل بويغ لانقسام غير مباشر الذي سيعطينا خليتين، هذه الخليتين تتنظم لتشكل لنا ما يسمى بحبة لقاح.
خلية تسمى خلية تولدية والخلية الأخرى خلية إنباتية، وهذا بطبيعة الحال بعد خضوع هذه الخليتين لعملية التفريق. عملية التفريق إذن إذن بالنسبة لهاد الحبة اللقاح سوف نلاحظ البنية هاد حبة اللقاح. إذن قبل التطرق إلى بنية حبة اللقاح لابد من التذكير بالمراحل التي تؤدي إلى تشكل حبة اللقاح من أجل التثبيت. إذن حبة اللقاح تتشكل على إثر خضوع خلية أم حبة اللقاح جوج أن صبغي لانقسام اختزالي متبوع الذي سيؤدي إلى حصول على أربع بويغات. كل بويغ سيخضع لانقسام غير مباشر ثم عملية تفريق لنحصل على حبة لقاح كما هو ملاحظ هنا في هذه الصورة وفي هذا الرسم التخطيط عفوا لملاحظة مجهرية لحبة اللقاح. إذن هنا في هذه الملاحظات تظهر لنا البنية بشكل جيد لحبة اللقاح. كما نلاحظ أن حبة اللقاح تتكون من غشاء خارجي، هذا الغشاء الخارجي هو المسؤول، يعني الشكل ديالو هو اللي يحدد الشكل ديال حبة اللقاح، ثم غشاء داخلي. وعلى مستوى الغشاء الخارجي نلاحظ وجود مجموعة من الثقوب التي سنظهر فيما بعد أهمية ديالها خلال نمو حبة اللقاح. داخل حبة اللقاح نجد نواة وسيتوبلازم الخلية الخارجية التي تكون لنا ما يسمى بالخلية الإنباتية، وداخل الخلية الإنباتية نجد خلية توالدية التي تتكون من نواة كما هو مكتوب هنا، نواة سيتوبلازم وغشاء سيتوبلازمي. إذن على العموم فيمكن القول بأن حبة اللقاح تتكون من خليتين، خلية توالدية توجد داخل الخلية الإنباتية. إذن تكون الخلية الأم لحبة اللقاح ثنائية الصيغة الصبغية بحيث تخضع لانقسام اختزالي، فنحصل على أربع خلايا متشابهة وحادية الصيغة الصبغية تدعى بالبويغات، ثم تتعرض ويتعرض كل بويغ لانقسام غير مباشر و يتفرق او يخضع للتفريق لتعطي حبة لقاح تتوفر على خليتين وحاديتي الصيغة الصبغية، احداهما انباتية والاخرى توالدية. كخلاصة تتكون الخلايا الام لحبوب اللقاح انطلاقا من إحدى خلايا المئبر الفتي، وتكون ثنائية الصيغة الصبغية. بطبيعة الحال تتعرض الخلية الأم ثنائية الصيغة الصبغية لانقسام اختزالي فتعطي أربع خلايا تسمى بويغات أحادية الصيغة الصبغية نرمز لها بN صبغي، بحيث يخضع كل بويغ لانقسام غير مباشر ليعطي خلية إنباتية وخلية تولدية. بعد مجموعة من التحولات خلال مرحلة تسمى مرحلة التفريق يتحول كل بويغ إلى حبة لقاح ناضجة. إذن بعد التطرق أو لتعضي جهاز التولد الأنثوي، الآن سنتطرق إلى تعضي جهاز التولد الأنثوي. إذن كما نلاحظ هنا وكما رأينا في السابق بأن الجهاز التوالدي الأنثوي تشكل من المضقة، وهذا الشيء سبق أن رأينا في الحصة الأولى. إذن المضقة كما رأينا سابقا تتكون من ثلاث أجزاء على العموم، هناك الجزء السفلي والذي يكون ما يسمى بالمبيض يعلوه أو القلم، ثم فوق القلم نجد الميزان. إذن من هنا يتضح أن البنية الأساسية على مستوى
على مستوى المضاقة هو المبيض. لهذا سنركز دراستنا على المبيض وذلك بإنجاز مقطع عرضي على مستوى المبيض. طبيعة الحال دائما إنجاز مقاطع سواء عرضية أو طولية بهدف معرفة المكونات الداخلية للعنصر الذي ننجز مقاطع على مستوى. إذن هذا المقطع هذا سيحيلنا على الوثيقة الثانية بحيث يظهر لنا مكونات الداخلية للمبيض. كما نلاحظ أن المبيض يتكون من بنيات التي تتكرر كما نلاحظ هنا. إذن هذه البنية دي تتكرر هنا ثم هنا. إذن كل بنية تكون لنا ما يسمى بالكربلة. وبالتالي هنا نلاحظ بأن المبيض في هذه الحالة هذه يتكون من ثلاث كربلات. غير الإشارة عدد الكربلات فهو يختلف من نوع نباتي لآخر. يعني لا نجد دائما نفس العدد. هناك بعض الأنواع النباتية التي تتكون من خمس كربلات أو أربعة. إذن سنركز الآن دراسة ديالنا بما أن نفس البنية تتكرر سنركز دراستنا على إحدى الكربلات. نلاحظ أن على مستوى ديال الكربلة نجد بنيات والتي تكون لنا ما يسمى بالبويضة. إذن هنا تظهر لنا داخل الكربلة بويضتان ولكن على أساس أن يمكن أن نجد أكثر من بويضتين. لماذا؟ لأننا نلاحظ على مستوى المقطع العرضي إن نلاحظ البويضات التي تظهر على مستوى المقطع العرضي على أساس أن هناك بويضات توجد أسفل المقطع أو تعلو المقطع. إذن عدد البويضات فهو ليس بثابت يمكن أن يتغير ويصعب تحديده في هذه الحالة. إذن كما قلت الكربلة تتكون من بويضات. إذن الآن البنية الأساسية داخل الكربلة وهي البويضة. لهذا سنركز دراسة ديالنا على البويضة لمعرفة المكونات البويضة. لماذا؟ لأننا نبحث عن مكان إنتاج المشيج الأنثوي. إذن كخلاصة إذن لاحظنا بأن المبيض يتكون من عدة كربلات والكربلة تتكون من بويضات. الآن سوف نرى مكونات البويضة. إذن هذا سيقودنا إلى الوثيقة الموالية. إذن الوثيقة الموالية تعطينا رسم تخطيطي لبويضة. نلاحظ أنها تتكون من أغشية التي يعني تشكل لنا في يعني تحدد فتحة صغيرة تسمى بالنقير. هذه الأغشية تحيط بنسيج من الخلايا نسيج من الخلايا الذي يكون لنا ما يسمى بالجويزة. داخل هذا النسيج نلاحظ بنية تم تلوينه هنا بالأخضر تكون لنا ما يسمى بالكيس الجنيني. إذن والبويضة نلاحظ أن تتكون من حبل سري الذي يربط البويضة بالمشيمة على هذا المستوى هنا. إذن هنا نلاحظ الحبل السري وهنا لدينا المشيمة التي تلعب دور في اقتيات البويضة. إذن يمكن أن نحاول أن نربط بين هذه العناصر للتذكير. فقلنا أن المبيض يتكون من عدة كربلات كل كربلة تتكون من بويضات والبويضة تتكون من كيس الجنيني. إذن سنركز دراستنا الآن على الكيس الجنيني بطبيعة الحال قصد فهم كيفية تشكل هذا الكيس الجنيني ومكان إنتاج أو البحث عن مكان إنتاج الأمشاج الأنثوية. إذن بالنسبة للمبيض فهو يتكون من كربلة أو عدة كربلات حسب النوع النباتي بطبيعة الحال. تحتوي كل كربلة على بويضات كما رأينا هنا. ترتبط البويضة بالمشيمة بطبيعة الحال بواسطة الحبل السري وتتكون من نسيج يسمى الجويزة أو لونيسال بالفرنسية. تحتوي في جزئها الأعلى على الكيس الجنيني. يحيط بالجويزة غشاءان يحددان فتحة صغيرة تسمى بالنقير أو الميكروبيل. هذا النقير سوف نرى الأهمية دياله فيما بعد أثناء عملية الإخصاب. طبعا الحال
الآن سوف نرى كيف يتشكل الكيس الجنيني بطبيعة الحال بالاعتماد على المفاهيم السابقة التي تم التذكير بها. إذن هنا لدينا بويضة، إذن بطبيعة الحال سوف نبحث عن كيف يتشكل الكيس الجنيني داخل البويضة. إذن في البداية البويضة الفتية لا تحتوي على كيس جنيني، ولكن تحتوي على جويزة، على النسيج الذي يسمى بالجويزة، إحدى خلايا الجويزة، فهي ثنائية الصيغة السوية وتشكل لنا خلية أم الكيس الجنيني. إذن كما نلاحظ وكما سبق الإشارة إلى ذلك، فهذه الخلية هذه ستخضع لانقسامين متتاليين للانقسام الاختزالي، وبالتالي سنحصل على أربعة خلايا كما هو يبدو على الصورة وعلى الرسم. بعد ذلك نلاحظ بأن ثلاثة من هذه الخلايا ستنحل وتتلاشى وتبقى خلية واحدة تشكل لنا بوغ أنثوي. وبطبيعة الحال بما أن هذه الخلية نتجت عن انقسام اختزالي، فمنطقيا فهي خلية أحادية الصيغة السوية. إذن انتقلنا من خلية أم ثنائية الصيغة السوية إلى خلية أحادية الصيغة السوية التي تكون لنا ما يسمى بالبوغ الكبير. رأينا عند على مستوى الجهاز التناسلي الذكري تشكل بويغات، يعني تصغير ديال البوغ، هنا نتكلم عند الأنثى على بوغ أنثوي. إذن تشكل الكيس الجنيني يتطلب خضوع هذه الخلية لمجموعة من المراحل الأخرى. إذن نلاحظ أن تشكل الكيس الجنيني يتطلب تشكل 8 نواة. إذن 8 نواة، إذن 8 نواة يتطلب خضوع هذه الخلية إلى ثلاث انقسامات غير مباشرة. وقد رأينا في السابق الأهمية ديال الانقسام غير مباشر في عملية التكاثر الخلوي. إذن هنا انتقلنا من نواة واحدة وحصلنا على 8 نواة نتيجة خضوع هذه الخلية لثلاث انقسامات غير مباشرة. وبالتالي بما أننا قلنا بأن الانقسام غير مباشر وانقسام محافظ، فهذه النواة فهي كلها أحادية الصيغة السوية لأن انحدرت من خلية أم أحادية الصيغة السوية. هذه النواة الثمانية ستتنظم فيما بينها وتشكل لنا البنية التي نبحث عن كيفية تشكلها والتي تسمى بالكيس الجنيني، بحيث أن ثلاث نواة ستشكل لنا في الجهة القريبة للنقير كما نلاحظ هنا. إذن في هذه الجهة ستشكل لنا اثنان من هذه النواة، ستشكل لنا خليتان أو خليتين مساعدتين. إذا بدينا الجملة سنقول خليتان مساعدتان، ونواة أخرى ستشكل لنا بويضة غير ملقحة أحادية الصيغة السوية والتي تشكل لنا النسيج الأنثوي أحادي الصيغة السوية. ثلاث نواة ستشكل لنا ثلاث خلايا في الجهة المعاكسة للنقير، ولهذا نسميها بخلايا معاكسة. نلاحظ ثلاث خلايا معاكسة. نواتين يعني تشكلان ما يسمى بخلية المركزية، يعني وبالتالي سنحصل على خلية مركزية بنواتين، يعني لا يتم افتراق هذه النواتين، يعني تبقى عندنا النواتين تشكل لنا خلية بنواتين، وبالتالي يتم الحصول على كيس الجنيني. إذن كخلاصة فالكيس الجنيني من أجل التركيز قليلا، فالكيس الجنيني لأنه بنية أساسية في عملية التولد عند النباتات يتكون على إثر خضوع خلية أم داخل الجويزة لانقسام اختزالي، يتم من خلاله الحصول على أربع خلايا، ثلاثة تنحل وخلية تبقى لتشكل لنا بوغ أنثوي. هذه الخلية تخضع لثلاث انقسامات غير مباشرة وتعطي 8 نواة تتنظم لتشكل لنا 7 خلايا ضمنها الخلية أو المشيج الأنثوي أو البويضة غير الملقحة أحادية الصيغة السورية كما نشاهدون. إذا نلاحظ أن كيف انتقلنا من بويضة فتية إلى بويضة ناضجة
حيث نلاحظ على مستوى البويضة الناضجة تشكل الكيس الجنيني الذي يحتوي على البويضة غير الملقحة أحادية الصيغة الصبغية التي تشكل لنا المشيج الأنثوي الذي يهمنا نحن في هذه الدراسة. وبالتالي يعني تم التوصل إلى أن إلى البنيات المسؤولة عن إنتاج الأمشاج الذكرية والأنثوية. فالبنيات التي تحمل الأمشاج الذكرية وهي حبة لقاح، والمشيج الأنثوي فيتشكل على مستوى الكيس الجنيني. لهذا يمكن أن نقول أن المقابل الكيس الجنيني وهو حبة اللقاح على مستوى الجهاز التوالدي الذكري. وخلاصة كخلاصة سنذكر بمراحل تشكل الكيس الجنيني. فالخلية الأم ثنائية الصيغة الصبغية بالجويزة تخضع لانقسام اختزالي فتعطي أربع خلايا أحادية الصيغة الصبغية، أحادية الصيغة الصبغية نرمز لها بN. ثلاثة منها تنحل وتموت، أما الرابعة وتدعى البوغ الكبير فتنمو وتخضع لثلاث انقسامات غير مباشرة لتعطي 8 نواة أحادية الصيغة الصبغية، تتنظم في 7 خلايا وهي البويضة غير الملقحة يعني الخلية الأساسية بالنسبة لنا في عملية التوالد، والتي تتموضع قرب النقير وتحاط بخليتين مساعدتين لأنهم كيساعدوا البويضة غير ملقحة في عملية الاقتيات إلى غير ذلك، ثم ثلاث خلايا معاكسة في الجهة المعاكسة، وخلية مركزية بنواتين على أساس أن البويضة غير ملقحة هي المهمة بالنسبة لنا. لماذا؟ لأنها تشكل المشيج الأنثوي أحادي الصيغة الصبغية. الآن سنقوم بمقارنة مراحل تشكل حبوب اللقاح والكيس الجنيني لأنهم بنيتين متماثلتين، وعلى مستوى هذه البنيتين نجد المشيج الذكري والمشيج الأنثوي. إذن بالنسبة لتشكل حبة اللقاح يعني تنطلق من خلية أم ثنائية الصيغة خلية أم ثنائية الصيغة الصبغية جوج أن توجد داخل كيس لقاحي داخل كيس لقاحي للمئبر، كيس لقاحي غير ناضج. تخضع هذه الخلية الأم لانقسام اختزالي فنحصل على 4 بويغات، تصغير ديال البوغ 4 بويغات أحادية الصيغة الصبغية. هاد البويغات كل بويغ من هاد البويغات سيخضع لانقسام غير مباشر، وبالتالي كل بويغ سيعطينا خليتين تتنظم بحيث تشكل لنا حبة لقاح. خلية إنباتية التي تضم الخلية التوالدية، أي أن الخلية التوالدية توجد داخل الخلية الإنباتية. الآن عند أو أثناء تشكل مراحل تشكل الكيس الجنيني، فالكيس الجنيني يتشكل كذلك انطلاقا من خلية أم ثنائية الصيغة الصبغية توجد على مستوى الجويزة التي تشكل البويضة غير الناضجة. هذه الخلية دي تخضع لانقسام اختزالي فنحصل على 4 خلايا بها N صبغي، ثلاثة منها تضمر وتتلاشى، وتبقى خلية واحدة أحادية الصيغة الصبغية. بطبيعة الحال الخلية هذه هي التي تنمو وتشكل لنا ما يسمى البوغ الكبير. هذا البوغ الكبير هذه الخلية هذه ستخضع لثلاث انقسامات غير مباشرة لتعطي كيس جنيني بسبع خلايا، منها البويضة غير ملقحة والخلية المركزية التي تتكون من نواتين. إذن كخلاصة لهذه الحصة يمكن أن نقول أن الجهاز أو تم خلال هذه الحصة تطرق إلى تعضي الجهاز التوالد الذكري
والذي يتكون من السدات، وجهاز التوالد الأنثوي والذي يتكون من المضقة، بحيث أن كما رأينا أن الجهاز التوالد الذكري يكون لنا حبوب اللقاح. داخل حبة لقاح يوجد المشيج الذكري. كما رأينا كيفية تشكل الكيس الجنيني داخل المبيض، بحيث أن داخل المبيض توجد بويضات، وداخل البويضات توجد أكياس جنينية، بحيث أن داخل الكيس الجنيني يوجد البويضة غير ملقحة أو المشيج الأنثوي. في الحصة الموالية إن شاء الله سيتم التطرق إلى الظاهرة المسؤولة عن التقاء الأمشاج الذكرية أو المشيج الذكري بالمشيج الأنثوي، كما نلاحظ في من خلال الصورة، بحيث أن حبوب اللقاح تسقط على ميسم المضقة، ونعلم بأن حبوب اللقاح تحتوي على المشيج الذكري والمضقة تحتوي على المشيج الأنثوي. إذن يبقى أن نعرف في الحصة القادمة إن شاء الله كيف يلتقي المشيج الذكري المتواجد داخل حبة لقاح، كيف يلتقي هذا المشيج الذكري بالمشيج الأنثوي الذي يبعد عنه والذي يوجد داخل الكيس الجنيني، الشيء الذي يمكن طبيعة الحال كما رأينا في السابق من تحول الزهرة إلى ثمرة بها بذور، كما نلاحظ على مستوى ديال هذه الصورة هذه. وبهذا نقول لكم السلام عليكم وإلى الحصة القادمة إن شاء الله.